في هذه الفرصه هذه اننا إن نعبر على التضامن ديالنا مع الاستاذ مع نقيب المحامي السي زيان. رجل انسان مناضل، ما يمكنش انا نجي لهذا المقام هذا باش نتكلم على ذاك الرجل. نتمنى ان الامور تاخذ مجرى اخر ونبعدوا على المضايقات ديال المتابعه الانسان في العقر ديال المنزل ديالو. اولا كناديو بالحريات، كناديو بمجموعه من الحقوق، وفي نفس الوقت اننا كنكونوا ضدها. فهذا كنظن انه كيشكل تخوف من المواطن المغربي انه يولي خايف على راسه من انه مراقب في المرحاض، مراقب في مجموعه من الاشياء. كنظن ان الحياه الشخصيه خصها تبقى بعيده على كل ما من شأنه ان له علاقه له ارتباط بالصراعات. فمن الافضل اننا نخليو الحياه الشخصيه للانسان يعيش، هذا في حد ذاته الا كان بالفعل ان داك الشيء اللي شفنا صحيح وغير مفبرك. بالنسبه لهذا الشيء اللي سمعت على الاستاذ زيان، انا بعدا تفاجئ، لان ما يمكنش الواحد تقاك وكان هادشي كاع حقيقي ولا كان يكون حقيقي. ما الانسان ما خصوش يدخل في خصوصيه الانسان كما بغى يكون الحال. بغى يشوف السمعه ديال السيد، والسيد اصلا من النوع اللي كيفضح الفساد في البلاد. هادشي هو ما باغيينوش، فهمتي؟ الانسان السيد كنعرفوه من شحال هادي، صارم في كل حاجه ديالو، صارم بالوضوح، تيخرج في اي موضوع تيخرج كيهضر، يعني كيهضر وعنده غيره على البلاد، وعنده غيره على ولاد الشعب بالخصوص ولاد الشعب الفقراء، عنده غيره عليهم. يعني بغاو يحطموه وما غاديش يتحطم، لان حنا عارفين اي واحد في هذه البلاد هذه عارفين لا اللي كيدير الخير ولا اللي كيدير الشر. وانسان كيف ما بغى يكون لا ضر هو على شي حاجه، راه على الغيره ديال بلا فضح الفساد او لا فضح الواحد الشخص كيف ما هو واكل البلاد من أ حتى زيد، راه يعني غادي يردوا له دقه بدقتين، غادي يقلبوا له كيفاش غادي ياديوه. وانسان قاري واعي راه ما غاديش يتادى، فهمتي؟ انسان عارف اش كيدير، تدافع على الشعب ولاد الشعب. يعني بغاو يلصقوا له تهمه ولك وانت كاع كون كانت فري او لا فري كاع حياته هذيك، اش دخلوا هما كاع يديروا الكاميرا ويبحثوا عليه اش كدير زعما شنو باش يشوهوا له الفاس. قليل 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 اللي عنده الغيره على البلاد. الا راه شي تيا كل شيء، شي كينهبشي، راه الناس فين عايشه؟ راه حنا راه ابسط الاشياء، راه حنا دابا هنا ولاد المدينه، حنا راه اخر طبقه في هذه الارض هذه. فعلا الاخ محمد زيان هو محامي مقتدر متكامل، والسيد كنعرفوا عليه زعما نزيه، ماشي انا تنعرفوا تقريبا هذه واحد المده، والسيد نزيه فعلا كيدخل بعض المواقف وكيعالج بعض المواقف حساسه، فلهذا ربما كنظن انا انسان هو دائما بريء، دائما سيد مخلص للوطن ديالو، مخلص لجميع الاشياء اللي كيديرها. واستاذ معروف في الرباط كان، والسلام، ورئيس حزب، وكان في البرلمان، عنده مواقف شويه ثابته، كيبدا يهضر بصراحه وكل شيء. انا ما نقدرش نحكم على الفيديو لاننا ماشي مختص في المسائل، ولكن اللي كنعرف على السي محمد زين هو رجل طيب، رجل مناضل، رجل قانون، يعني دائما عنده مواقف ديالو جريئه في الصميم. انا بقى فيا الحال ان السيد ما شاء الله عليه، ما هادي راه ماشي انا ما كنعرف، ماشي كيجيني من العائله باش غادي انا كندافع عليه او لا، ولكن ضرني خاطري لان دخلوا له في شي مسائل ديالو شخصيه، بس زعما راه حتى هو كيدير او لا تيفعل او لا كيترك او لا او لا او لا. الكمال لله، حتى واحد ما كامل، كلنا عيوب، حنا جاك من الاخر كلنا عيوب، حتى واحد ما كامل، ولكن ما باش تجرحوا ديك زعما راه حتى انت داير ولا فاعل ولا تارك، راه كيما بغى يكون راه هو كبير عليهم في العقليه ولا في القرايه ولا في ثقافته ولا ولا ولا. يكفي انه هو ولد الشعب، هذا الشيء اللي كنعرف، يكفي انه هو مع ولاد الشعب وتيبغي الشعب وعنده غيره على البلاد، وكانوا كيعرفوا راه عنده غيره على البلاد، راه كيفضح الفساد بغاو يديروا له زعما راه اش انت يا انت، ولكن بزاف عليهم. المشكل عويص بالنسبه للحريه الشخصيه الانسان، ربما كيتصور في ديك كيتصور في الداخل البيت ديالو ولا مع الصديقه ديالو ولا شي شويه، كنظن انا محرج، فلهذا غير قانوني.